هو انا خسران حاجه يعني؟ خلاص اتصل بيها واعتذر لها وانسى كل اللي قلته لك، بس ابقى تف في وشي لو في يوم من الايام رجعت وفكرت فيك. مش قصدي يا سامح، انا بس قلقان شويه يا اخي. يبقى تسمع الكلام. قول. فيلم امرأة وست رجال، موضوع الفيلم قصة حياة صافي شاكر بكل ما فيها من تفاصيل وأسرار وفضايح. صافي شاكر دخل حياتها ست رجالة، آخرهم بطل الفيديو إياه، ولا مؤاخذة يعني كلهم فضلتهم عليك. المطلوب منك مش بس تقول لها إن أنت قررت تعمل كل ده في فيلم، لأ، وإنك بترشحها تعمل شخصيتها الحقيقية فيه. ده هيوصلني لإيه يعني؟ ده هيوصلك لحاجة من اتنين. أول حاجة لما تعريها قدامك بالشكل ده وتوريها قد إيه هي خسرت وهي مش معاك، ده هيكسرها ويخليها تعيد حساباتها من جديد وتفكر في كل عروضك السخية. والحاجة التانية؟ الحاجة التانية بقى يمكن إنك لما تشوفها قدامك بالشكل ده حالة التقديس اللي انت عاملها لها دي تنتهي، وهيبقى ساعتها سهل عليك انك تشيلها من دماغك وتستريح من العذاب اللي هي معيشك فيه. ساعات الواحد بيشوف لوحة او صورة من بعيد بيبقى فاكر انها تحفة فنية ما ينفعش تضيع من ايده، لكن لما يقرب منها اكتر ويشوف تفاصيلها الحاجات بتتغير وبتبان. اي حاجة لما تشوف تفاصيلها الصغيرة، عارف التفاصيل الصغيرة دي؟ يا إما إعجابك بيها هيزيد ويكبر، يا إما هتكرهها، وهو ده المطلوب. المواجهة بينك وبين صافي هي محاولتك إن أنت تقرب من الصورة أكتر وتشوف تفاصيلها بوضوح، بس كده.